ولا غباء، لأن باش تطلب من واحد من الشعب المغربي وتبقى تقول لهم ما تبقاوش تعطاو مع الجزائر، ماشي المغرب اللي كيتعطى مع الجزائر، الجزائر اللي كيتعطى معنا. حنا غير كندافعوا على البلاد ديالنا وما نسمحوش لهم يبقاو يكذبوا، لأن شحال هذه كنا كنسمعوا بأن المغربيات فاسدات، كنسمعوا بأن المغاربة شفارة. صدقنا المغاربة ما شفارة ما والو، شكون شفارة؟ هما الجزائريين، ها هما كاع الدول عرفوا مع من حشرنا الله بالجوار، وعرفوا بأنهم كياخذوا الاسم المغرب اللي كيشدوا جزائري كيقول مغربي، والفاسدات اللي كيشدوها كتقول مغربية. ملي كيديوها الكوميساريا دو بوليس كيلقاوها جزائرية، كي دارت دخلت لهاد البلاد باسبور جزائري، وربي شوهم. هاد الكراغ هادو نحس ولازم ما يدخلوش لبلادنا، دونك الفيزا اي توبليغاتوار لو بليتو بوسيبل. امين. اليوم صباح الدار الا كانوا كيف هذاك السيد اللي كيقول لك، الا كانت الحكومه كتسمعنا وكانوا كيغيروا على البلاد ديالهم، لازم الجزائريين ما يدخلوش، وهذوك الجزائريين اللي عندنا الداخل لازم اعاده ادماج، يحفظوا النشيد الوطني ويديروا الخريطه في صدرهم ويبقاو بيان سور يهللوا بها، ما حدو عايش تما سينو يخرج علينا، ما عندنا ما نديرو به. وليك ميدي اقصد، انا كنظن ميدي اقصد ميدي انا كامل هي فلسطين، هذا كل نهار بالليل وبالنهار وتهضر لي غير على الحرب والاجرام. كاين عندنا مشاكل بزاف، كيف كتقول عندنا مشاكل الفقر، عندنا المشاكل ديال تحليه المياه الماء، وكاين بزاف التحديات اللي خصنا. الحمد لله دابا ما كاينش مشكل، لان كانت واحد كاين واحد الاراده ملكيه باش ما يكونش هذا المشكل والمغربي ما يعيش فيه بحال اللي عايشين الناس الكراغلة ولا التوانسه ولا الافارقه، بلا ما نهضروا عليهم هذوك عايشين الدوله كاع ما دايرهاش فيهم. دونك احنا الحمد لله عندنا واحد الملاحظه سي مراد، واحد الملاحظه كيقول المغربي عندنا نظريه البعد، واحد الملاحظه، الجزائريين حافظين جميع الاسامي ديال الوزراء ديالنا، حافظين جميع القطاعات، ونزيدك حافظين التاريخ، امير عبد القادر، بوخوس، نوميديا، حافظين حرب الرمال، حافظين الاسامي، حافظين كل شيء، وكلهم ديال لوجيسيال فورماتين فورمين مزيان. المغربي ما عارفش، مغربي حنون ظريف، كاين شي جزائري هما كيجيو هنا دابا كيدورو كيديروا لي اليوتيوب هنا، كلهم ولاو دي بلوغر في المغرب. هنا في الجزائر ممنوع، في الجزائر ممنوع يبلوغي ولا يدير شي حاجه ولا اون بلوس ما يتخلصش، لان المغرب الجزائر فلوس ما يدوزوليش، الا تخلص شي حاجه خصو يدير شي، عائلته تفتح ليه كونت في فرنسا ديال اليوتيوب، ولا كيدخلوا يفتحوه في المغرب. دابا جاتهم سهله المغرب، كيجيو المغرب ولا لتونس، اغلبيه كيفتحوه المغرب. وي لا ديارس كدير خدمتها مزيان، لا ديارس خدامه خدامه، وكونت الشعب الجزائري دارت واحد التكوين، لان هما عندهم الخطاب الموجه والموحد، موجه وموحد، كي كيهضروا على شي موضوع كاملين كيهضروا عليه، والموضوع اللي كيهضروا عليه خلال 60 سنه هو الملكيه المغربيه، التصهين وكذا. راه قلتها لكم انا صافي ديزاني، وكنت كنلقاو صعوبه باش نكومينيكي، ولكن الحمد لله اليوم جاو ظروف، جاو مناسبات، ربي جابهم المغاربه باش شافوا بعينيهم. اما الهضره ديالنا ما كانتش كدوز، لان ما احنا ما معروفينش، احنا ما عندناش، فهمتي؟ كيسولوا، انا درت دي بروجي وبديت ندير البروجي، شكون هذاك خينا؟ فهمت؟ كيتصدموا، شكون هو هذاك خينا؟ كيفاش هذا دار؟ ودي بروجي بينيفولا خيريه، ماشي زعما جينا نصوروا فيهم فلوس ولا شي حاجه. اودي كاع ما تهضر لي على الصناعه التقليديه، خلينا غير في الموضوع. الصناعه التقليديه تونس داتو لنا شحال هادي وساقله، ضربه الطم، داتنا كاع الخزاف، التقفاطن، الجابادور، كلشي، حتى دوك لي روبي اللي كيسموهم دي روب كابيل، هادوك جابادور مغاربيه، هادوك كامل مغربي، كاع تقول لي البدعيه وكلشي، كل توتي ماروكان. يعني المغاربه خصهم نتوما يحافظوا، يعرفوا، ادخل معايا اخي الحكومه بيناتهم، ترى الشعب الجزائري كلهم دوزين سيرفيس ميليتير اصاحبي، قراو معايا دوزوا سيرفيس ميليتير، انا الجزائريين دوزوا سيرفيس ميليتير، قراو معايا. قال لك حنا قلوبنا المروك، دخلنا قال لك بلي زيليكوبتر وكنضربوا البوليزار، نضربوا الصحراوي ديك الساعه ما كانش بوليزاريو، نضربوا الصحراويين من لابال ومن بالفوسفور وبالقنابل العنقوديه، وكنقتلوا باباهم. قال لك باللوغو ماروكان وبالدرابو ماروكان، وحنا ملبسيننا تريي ماروكان. قال لك والفرقه الاخرى ديالنا كتدخل تصوفيهم تقول لهم هربوا، راه المروك باغي يقتلكم كاملين. حنا اللي درنا العمليه باش هربنا الصحراويين من بلادهم، حنا اللي ضربناهم، الجزائريين هما اللي كانوا لابسين